وصلنا الحين منطقة الفرفار، ومنطقة الفرفار ومدوك ووادي سهم في اختلاف في بعض الأشياء، ولكن تشابه كبير في المناطق لأنهم قراب بعض. وعندنا سلطان محمد الكندي عنده أسرار وعلوم وسوالف عن المناطق الثلاث، بيخبرنا كل الأمور. تعالوا معاي عشان تشوفون المناطق الثلاث. السلام عليكم. سلام عبيد، مش حالك؟ بخير. الله يطول عمرك وانت بخير. بخير يعني. كل حال الاولاد كلم الحمد لله بخير. يسعدك حالك. الله يطول عمرك. الله يحييك. يا مر على اهلك وعربانك. يا مر على الفرفار كلهم بخير. كلهم بخير الحمد لله. يسعدك حالك. الله يطول عمرك. يا مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا عبيد. هناك اليوم عاد نبى اسرار وعلوم وسوارف خاصه على الفرفار ان شاء الله، وكلم واهل مدوك واهل وادي سهم ان شاء الله. طال عمرك. نعم. مره بالكم طيب اللي تامروا فيه. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. البلاد بلادكم واحنا كلنا اخوه. الله يخليك. ودنا بالكلام الطيب عن البلاد وعن القديم وعن الجديد. الله يطول عمرك. يلا خلينا نشوف. ايه نعم. بنشوف. يلا بسم الله. يلا بنشوف كل مناطق. بنشوف خاصه عندك الفرفار ان شاء الله. يا مرحبا وسهلا. ابو مايد. نعم طال. الله ينعم بحالك. نباك يعني اول شيء تخبرنا ليش. نعم. سموها الفرفار. الفرفار يا طويل العمر نسبه للشيره. الشيره. اي نعم. شو هالشيره هي؟ الشيره طال عمرك فيها الورد اصفر الظهر. ورد اصفر. نعم. ويقولوا الاوليين كانوا يستعملوا دواء. يستعملوا دواء. اي نعم. نعم. واليدع مالها ما ينخر. ما ينخر. الرمه ما تاكله. ما تاكله. نهائيا. هذا الشيء الزين اللي فيها. وموجود بس عندكم ولا في موجود أكثر؟ انا ما شفته في مكان ثاني. ما شفته مكان ثاني نهائيا. هذا عندكم اكثر شيء. إيه. والورد. نعم. الورد مالها حلو. حلو يعني. إيه. ريحه. لا ريحه خفيفه مو خفيفة. زياده. إيه. لكن مثل ما تقول ما شفته مكان غير يعني. لا مكان ثاني ما شفته. عشان كذا سموها على نفس شيره الفرفار. سموا المنطقه الفرفار. إيه. الفرفار سموها نسبه لها الشجر. زين. نعم. وادي سهم ليش سموه وادي سهم؟ والله وادي سهم سمعنا انه من سرعه المياه. نعم. شبهوها بالسهم. بالسهم. اذا نزل من الوديان. من السرعه. من السرعه مره ما يمكن اظن يخطف ما ينشاف. نعم 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 نعم. مره. ومدوك. مدوك والله نفس الشيء. الشواب قالوا نسبه لين يكون تمر مدلوك. هذه الفرفار. نعم. كانت السكنه القديمه وين؟ السكنه القديمه طال عمرك هذه اللي احنا فيها الحين. اللي احنا فيها نفسها. ايه. واللي مربعه. نعم. هذه سكنوها في الصيف في القيض. في القيض عشان. نعم. الحر. وفي الشتاء. في الشتاء السكنه تحت يبل الحارة. يصير تحت يبل الحارة. إيه الصوب الثاني. هذه يبل الحارة تكرر ويانا في كل المناطق. يبل الحارة سبحان الله القبلة عليه. أيوة. وهو مثل ما تقول يعني نفس التقع على السكنة الأولية. ذاري يعطيك ذاري من الأمطار من الهواء من كل شيء. نعم. والأوليين يعرفوا وين يسكنوا. صح. وفي دفا. دفا يعطيك دفا. نعم. دافي. أنت لو تلاحظ لو بومة مبناية سنين ولا مبناية خيمة أو غيره ما تغير. نعم. على الأمطار على الغلان على غيره. الأولين يبنوا على يعني كأنهم مهندسين سبحان الله. سبحان الله. إيه نعم. نعم. زين هذه الفرفار فيها قبل فلي ولا شو تشرب على شو تشرب؟ أنت شفت النخل؟ نعم. كامل النخل هذه كانت تشرب من عين الفلي. عين الفلي. إيه عين الفلي تقريبا يبعد عن النخل 400 متر. نعم. والفلي يدخل إنسان داخل وأنت واقف تشفي. إيه. نعم. يطلع سيده في النخل. سيدة في النخل. إيه تشرب منه النخل هذه كاملة. وكيف الطريقة للفلي تشرب؟ الفلي طال عمرك النخل تقريبا لين 5 أو 6 أشخاص. شت... نعم. ويقسموهن أول بالربع. بالربع. إيه. نعم. هذا تقسيم الأولي. هذا مثل ما تقول في النهار. في النهار. في الليل. نفس الشيء. يجيك في الليل ويجيك نهار أي وقت يجيك زمان. ما في حبيس يحبسونه في. إيه إيه الحابوت. الحابوط يحبسونه. الحابوط موجود. يمكن الليل يخلونه ما يولف. لا 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 يسقوا. يسقوا في الليل. أساس بيروح عنك الزام بيروح. نعم. في الليل وفي النهار. ايه. نعم. وسوالنا طويل العمر الشيخ حمد الحاكم. نعم. سوى رق. نعم. لكن يوم سوى الرق الله يطول عمره اجتمعوا كلهم كل واحد خذ يوم قسمناه عاد يوم بيوم قسمه جديده. بعد نبغيك ترمسنا. نعم. في مدوك شو تشتهر مدوك في شو تشتهر؟ شوف طال عمرك كن انت لو تجي للمناطق الثلاث كلهن نفس الشيء. لكن شو اللي يختلف؟ يختلف مثلا مدوك فيها نخل ما موجودة في الفرفار. ها يعني مختلفة. مختلفة. نعم. الثمرة غير.
ثمره غير. ايه في مثلا ارض تستوي فيها الزراعه في وادي السهم تكون اجود واحسن من الارض اللي في الفرفار واللي في مدوك. مثل انا بقول لك شيء، النغال يصير عندكم حسير؟ يصير. يصير. ايه لكن النغال اللي في وادي السهم احسن. يكون احسن. نعم. ليش؟ شوي متغلق في اليبال. نعم متغلق ومرتفع. ايه شوي. مدوك شوي الفرفار يعني هذه شوي انزل. انزل. وهذيك مرتفع. ايه وفي ارض تربه. نعم. يوم يسوي فيها الزراعه مثلا في مدوك تكون هذه المزرعه او هذه التربه احسن من تربه الفرفار. ايوه. او تربه وادي السهم. هذه الاشياء وادي سهم. شو تشتهر وادي سهم؟ تشتهر غبه السحر عندهم. نعم. هذه غبه مشهوره يعني. ايوه. احنا كل الناس اللي يشوفنا يكون شو اسمه. نعم. وعندهم مساكن قديمه. نعم. موجوده لينا الحين. موجوده الحين نعم. منطقه حلوه يعني، كل منطقه تتميز بموقعها. صح. وادي سهم مرتفعه. وترى الشوارع الحين هي اللي بعده وادي سهم، لكن وادي سهم بينها هي والحيل يمكن 2 كيلو. على الحيل؟ ايه تنزل على الحيل. تنزل على الحيل ها؟ اللي يبالي ينزلنك على مناطق راس خيمه اللي هن غربينا. نعم. الهواء الرطوبه ما تيهم. صح. الجو يعني الجو يكون افضل. نعم. احنا هنا الرطوبه توصلكم. توصلنا. توصل لانكم ما شيء حاجتكم. ايه توصلنا. لكن يبالي شوي فوق. ايه نعم. نعم.